السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض رسم وتظليل الخوخة دي بألوان الخشب فيبر كاسل، العلبة العادية اللي هي مش المائية كمان، وهعتبره تدريب على تعليم إزاي إن احنا ندمج ألوان الخشب مع بعض، وإزاي إن احنا نحاول نطلعها بالشكل ده وفي نفس الوقت ما يكونش لون قاطع عن لون او شاذ عنه. ركزوا معايا. الورق اللي انا هشتغل عليه ده اسمه ورق كرافت ناعم، موجود في كل المكتبات. هبتدي ان انا ارسم الاوتلاين بتاع الخوخ. طبعا حابين ترسموها بالرصاص مفيش مشكلة، بس انا بفضل ان انا ارسم بالالوان. علشان ما اقعدش امسح الرصاص في الاخر يعني. ولو حبيتوا ترسموا بالالوان ارسموا بلون خفيف زي اللون ده، وما تدوسوش قوي على القلم وانتوا ما تضغطوش عليه قوي يعني وانتوا شغالين. هنا في جزء كده طالع منه ورق الخوخ اللي هو الأخضر. بعدين هجيب الاصفر الفاتح وابتدي ان انا اعمل تون كده خفيف بالاصفر في كل الخوخة. ممكن كمان امشي باللون الاحمر على اللون الاولاني اللي هو اللون الفوشيا الغامق ده او النبيتي ده. احس ان انا محتاج ان انا اغمق، بغمق بعدين هجيب اللون الاصفر ده، اصفر غامق شوية. الفرق بينه وبين الاصفر التاني ده اغمق شوية، انا عايزة اللون الغامق، وابتدي ان انا احطه في المنطقة دي. وهنا برضو
وارجع تاني باللون ده وكل حاجة اندمجت في بعضها. هجيب اللون الأورنج الغامق. ياريت دايما تجيبوا الألوان 24 لون، أقل حاجة تجيبوها يعني، لو متاح تجيبوا أكتر من كده ياريت تجيبوا، علشان بيبقى فيها تدريج ألوان أكتر، بيبقى غالبا فيها من كل لون الافتح او الاغمق منه. ابتدي ان انا احاول ادمج الاورنج اللي انا بحطه ده مع الاصفر اللي موجود. انا حبيت ان انا اجيب لكم خوخايه طبيعيه مش مرسومه، عشان تشوفوا درجات الالوان بوضوح، ومن حاجه طبيعيه مش حاجه مرسومه، وتعرفوا ازاي بنرسم او بنشوف الدرجات من حاجه طبيعيه. ويا سلام بقى لو قدامكم كمان الحاجه دي وتحاولوا ترسموها وتلونوها، يعني قدامكم تفاحة، قدامكم برتقانة، قدامكم أي حاجة طبيعية، حتى لو خضار طبيعي، وتقعدوا ترسموه. طبعا بيبقى أحسن، لأنه بيدي بيخلي عينيكم تشوفوا الدرجات أكتر بوضوح، لأن الحاجة بتبقى قدامكم. هجيب الموف ده، درجة الموف دي، وابتدي برضو أن أنا أحط الموف هنا. كلام هحط الموف هنا برضو، اجيب اسود شوية واحاول ان انا اغمق المنطقة دي عشان هي غامقة جدا، والدرجات اللي عندي مش غامقة كفاية انها تغمق لي الجزئية دي. طبعا لو معانا درجات غامقة بالشكل ده، يعني غامقة بالدرجة دي، ياريت ان احنا طبعا نستخدمها، احسن بكتير جدا من ان احنا نستخدم الاسود، لان انا ما بحبش اغمق بالاسود. يعني نحاول ما نعتبروش اول حل ان احنا نغمق بيه، لو عندنا درجات تغمق احسن بكتير ان احنا نغمق بالاسود. حط ابيض في المنطقة دي كده،
نحط في الحتة دي اللون ده، وبرضو هجيب الأورنج الغامق همشي بالأصفر الفاتح على الأبيض اللي أنا عملته، علشان أنا حطيت الأبيض في الأول علشان يعمل زي إضاءة شوية للأصفر الفاتح اللي أنا حطيته هنا. أنا غمقت قوي هنا، هبتدي أدرج اللون لتحت شوية، أخليه فاتح شوية يعني. نفس الكلام هنا، هدرج اللون شوية. طبعا انا سايبه مكان للسعة الاضاءة اللي موجودة هنا. برضو همشي بالاورنج على المنطقة دي، بعدين بالاصفر. ابتدي ان انا ادرج اللون ده شوية، ابتدي ان انا اعمل الجذر بتاعها. هبتدي بس اغمق الالوان اللي انا حاسه ان هي محتاجه تغمق، الدرجات اللي هي كانت محتاجه تغمق شويه مني.
هعمل بقى شوية ملامس كده بالقلم على حسب اللون اللي موجود عندي، اعمل بيه ملامس. بعدين هبري القلم بحيث ان اخلي سنه رفيع جدا، وابتدي ان انا اعمل برضو الملامس اللي انا شايفاها. طبعا يبقى سنه رفيع عشان يعمل لنا الملامس بشكل واضح وصغير جدا. طبعا هشوف المناطق الغامقه في الورقه وابتدي ان انا اطبقها. نبتدي احط بقى الاخضر الفاتح. احط بس ابيض في المنطقه في المناطق دي علشان لما اجي احط القلم الاخضر الفاتح يدي اضاءه شويه. انا عملت شوية اضاءات بقلم الجل الابيض علشان تبان واقعية شوية. اتمنى تكونوا استفدتوا. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.